ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي بنستقبل ضيفتنا اللي منورانا في استوديو عيش سعيد، وهي خبيره علم طاقه. طبعا بقالنا يعني مده من الزمن بنسمع عن علم الطاقه، مش كلنا عارفين تفاصيل عنه، في مننا بيقولوا ايه يا جماعه الحاجات دي، احنا بقينا نسمع عن حاجات غريبه وجديده، بس هو علم قديم وموجود من زمان وفي معترف بيه في كل الدول، فاحنا لازم كمان نبقى اب تو ديت ونعرف اكتر عن علم الطاقه. علشان كده هتنورنا ضيفتنا خبيره علم الطاقه مي المرساوي. ازيك يا مي؟ الحمد لله. أنا عايزة أستحضر الطاقة دلوقتي عشان أكمل الحلقة، قوليلي أعمل إيه؟ في البداية كده عايزة أرحب بيكي وأقولك عايزة أعرف أكتر، أنت درستي علم الطاقة إزاي؟ وهنعرف بعد كده التفاصيل أكتر عن علم الطاقة. هي دراسة جميلة، أنا يعني حاجة شدتني ليها وبقيت أدور وأشوف ولقيت نفسي دخلت فيها سنة سنة، عارفة اللي هو ايه ده، هو ايه اللي بيحصل، والناس اللي بتوع المديتيشن ده ازاي بيتغيروا بعد المديتيشن، حاجات كتير بقى تفاصيل جوه الطاقة، قلت انا لازم بقى ادرس الموضوع ده واشوف ايه الظروف. يعني بنتغير فعلا طبعًا. بعد المديتيشن؟ اه طبعا طبعا. طب المديتيشن او هو التأمل زي ما بيقولوا ليه اكيد رولز معينه، انت لما درستيها اكيد تعمقتي اكتر في القصه؟ اطلاقا اي حد يقدر يعمل مديتيشن، اي حد يقدر انت بس تقعدي مع نفسك زي ما انت عاوزه، 5 دقائق 10 دقائق، تفصلي عن العالم، يعني تقعدي كده مع نفسك، اي فكره سلبيه تجيلك ما تفكريش فيها. انا اوقات بقعد مع نفسي مثلا اقول انا هستغفر ربنا مثلا 10 دقائق كده، وبقعد طول 10 دقائق استغفار بس، اي فكره بتجيلي بعد كده ما بفكرش في اي فكره سلبيه. طب ازاي امنع نفسي من التشتت ده؟ يعني مثلا انت قاعده اهو، قاعده مع نفسك خالص بتعملي مديتيشن، وبعدين جات لك فكره سلبيه، هعديها دلوقتي لحد بعد ما اخلص. هي دي الفكره، حاجه بسيطه خالص، انت بتقدري تتحكمي اصلا في نفسك وفي مشاعرك بكل سهوله. طب هل تاثير الطاقه او تاثير اي حاجه من الحاجات اللي هي المديتيشن او غيره، هل بتختلف من شخص للتاني؟ يعني مثلا ممكن انا اعمل حاجه من الحاجات اللي انت هتقولي لي عليها تاثيرها يبقى مختلف عني عن اي حد تاني موجود؟ بصي، هو في البدايه اصلا كل انسان وجواه طاقه سلبيه وطاقه ايجابيه، عشان نبقى متفقين، على حسب بقى، في شخص بيبقى طاقته الايجابيه اكتر من الطاقه السلبيه والعكس صحيح. فانت عشان يعني توصلي للليفل ان انت تبقي ايجابيه وتشتغلي على نفسك كتير بقى، كتير محتاجه حاجات كتير تشتغلي عليها، بس الموضوع سهل وبسيط وجميل، يعني الموضوع ابدا ما فيهوش اي حاجه صعبه، سهل خالص. طيب مي، هل الطاقات بتتنقل؟ يعني انت دلوقتي لو داخله وطاقتك فريش وعندك فول انرجي ودخلتي مكان حد مثلا، انا فور اكزامبل طاقتي مش حلوه النهارده او متضايقه من حاجه، ممكن انقل لك الطاقه دي؟ طبعا طبعا، انت ممكن تدخلي مكان وتقعدي مع حد مثلا تقولي ازيك عامله ايه، مش هتقولك ده انا تعبانه وانا زعلانه وانا مش والدنيا ومش عارفه ايه، فتحسي ان انت هو في ايه، يعني ليه كل ده، الموضوع سهل وبسيط. فانا بصي، انت في اللحظه دي تقدري تغيري الموضوع. طب انت هي مصممه انها تشتكي وتقعد، تقدري بقى تقفلي هالتك، يعني تقعدي وتقفلي ايديكي ورجليكي كده عشان ما تستقبليش منها اي انرجي. بس طب انا عايزه اعرف اكتر ايه الحاجات اللي احنا لو احنا اشخاص مش دارسين علم طاقه نقدر ناخد بالنا منها علشان نحسن طاقتنا؟ بصي، هو انا دايما مع ان الانسان لازم يبقى له مي تايم، يعني ساعه في اليوم، الساعه دي على حسب ما هو بيحب، يعني انا عن نفسي مثلا تقعدي مع نفسك تصلي، تقولي اذكارك، تقري حاجه بتحبيها، في كل واحد وعلى حسب، في ناس لما بتتمشى في بره بتحس ان هي بتشحن طاقه، في ناس بتشحن طاقه في الجيم، على حسب كل واحد، وعلى في ناس بتعمل تامل بتحس ان هي افضل حاجه، مش على حسب كل واحد وعلى حسب هو بيرتاح في ايه، هي الفكره بس انت بترتاحي في انهي حاجه بس. طب مي، خلينا نتكلم بقى عن موضوع مهم وهو حب الذات. الفكره ان في ناس شايفه ان حب الذات ده نوع من الانانيه، هل ده بيساعدني في طاقتي حب الذات؟ بصي، هو حب الذات ده رحله جميله جدا ممتعه، يعني بتحس ان انت في اللحظه دي بتتواصلي مع روحك بس، يعني لها حاجات كتير وطرق كتير جدا جدا، انت ازاي تحبي نفسك،
زي بالظبط ما تكوني مثلا في حد دخل حياتك وانت بتحبيه، هو ده بالظبط هتعملي ايه عشان خاطر الانسان ده يبقى مبسوط. اه مثلا يعني فهتلاقي نفسك مثلا بتجيبي له هديه، تحس تتعرفي عليه، عايزين تقعدوا مع بعض فتره طويله، بتشوفي ايه الحاجات اللي هو محتاجها عشان تعمليها. هو ده بالظبط المفروض الانسان يعمله مع نفسه، ان هو يتواصل مع نفسه. طب ايه الفرق ما بينه وما بين الانانيه؟ لا الانانيه ده بيبقى يعني الانسان الاناني ده دايما بتبقى طاقته سلبيه، فمش بيحب نفسه. يعني مثلا الانسان الاناني ده بيبقى مثلا يعني الانسان اللي بيحب نفسه، انا شايف مثلا انا بحب الخير لنفسي ولغيري. الاناني ده لا، هو عايز كل حاجه تبقى بتاعته هو بس، مش بتاعت حد تاني. طيب عايزه اسالك ايه العلامات اللي اعرف منها ان الشخص ده بيحب نفسه وطاقته ماشيه في الاتجاه السليم؟ بصي اولا بتلاقيه متصالح مع نفسه جدا، عامل حدود صحيه مع الناس، بيعرف يقول لا، بيعرف دايما اللي هو في مكان مش مرتاح فيه بيعرف يقوم منه ومش ما يكملش، لو في شغل لو في علاقه، كل الحاجات دي بتقول ان الانسان ده بيحب نفسه. طب وده هيرجع علينا بايه بقى في شغلنا، في حياتنا، في طاقتنا، في علاقاتنا مع الناس؟ وانت لما بتحبي نفسك صح ما بتسمحيش لاي حد ان هو يخترق حدودك. يعني مثلا انت دلوقتي في علاقه مش حباها، فانت الحد ده اذيكي قوي، فانت دلوقتي لما تحبي نفسك هتطلعي من العلاقه دي بكل سهوله. هي دي يعني هو بس زي انت ازاي تفهمي نفسك، ازاي تفهمي انت بتحبي ايه وما تحبيش ايه. بس عايزه اعرف عن مفهوم الامتنان اكتر بقى، مفهوم دلوقتي بنسمعه كتير. بصي هي طاقه الامتنان دي من اروع الطاقات اللي دايما بتحس ان انت مشحونه، ودايما بتحس ان انت مشاعرك ايجابيه، وتحس ان انت كده يعني عارفه دايما مبسوطه. كل ما تشوفي الحلو اللي جواكي، كل ما تشوفي الحلو اللي في الناس، وكل ما تشكري ربنا على كل حاجه صغيره حواليكي، فبتحسي في اللحظه دي ان انت مشاعرك ايجابيه. طب ما يعني طاقه الامتنان دي هتفيدني بايه؟ بصي خلينا نتفق ان طول ما انت بتشكري ربنا على كل حاجه حلوه في حياتك الحاجه دي هتزيد. يعني لو صحيتي الصبح من النوم شكرت ربنا على الحمد لله ان انا موجوده، الحمد لله ان انا بصحتي، الحمد لله ان انا بخير ولادي بخير، فكل الحاجات دي بتزيد. فطاقه الامتنان دي احنا محتاجينها. يعني انا عن نفسي بشكر ربنا على كل حاجه موجوده وكل حاجه مش موجوده. يعني انا لو انا عاوزه حاجه مثلا بشكر ربنا على الحاجه دي، وفعلا سبحان الله الحاجه دي فعلا بتيجي. يعني احنا مش بس بنشكر ربنا على النعم اللي موجوده في حياتنا بس، احنا بنشكر ربنا على النعم اللي احنا عاوزينها. طب ما هي عايزه نصايح لحب الذات، يعني انا اوصل ازاي لحب الذات عشان بعد كده ابقى ممتن؟ بصي هو حب الذات ده محتاج اول حاجه خالص انت تتقبلي نفسك زي ما هي، بعيوبها باخطائها بكل حاجه فيها، بكل حاجه. لما تتقبلي نفسك وتفهميها بعد كده تبداي تغيري نفسك بقى، يعني هتبداي تشوفي وتسامحي نفسك على كل حاجه عملتيها يعني في الماضي. يعني اي حاجه يعني تقولي لنفسك اه انا بغلط عادي وطبيعي وارد ان احنا نغلط، ودي حاجه عاديه ان الانسان يغلط. ففي اللحظه دي يوم ما تعرفي نفسك وتتقبليها وتفهميها تبداي بقى تغيري، تبداي تغيري كل حاجه حواليكي من افكارك لمعتقداتك كده. يعني مي انت نورتينا النهارده في عيش سعيد. مرسي. شكرا ليكي، ودايما كده تكوني بتدي طاقه ايجابيه. مرسي. للناس بكلامك الحلو ده. مرسي. شكرا ليكي. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا.